كما أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان حرصه على وضع حد لهذه الحرب لإنهاء مأساة الشعب السوداني. وأشار البرهان إلى أن القوات المسلحة السودانية تسعى لإقامة فترة انتقالية حقيقية يستطيع بعدها الشعب السوداني أن يؤسس دولته. طالت هذه الحرب اللعينة السودانيين، لذلك نحن حريصين في أن نسعى في أننا نضع حد لهذه الحرب ونضع حد لأنه هذه المأساة تنتهي. نحن في الجيش في القوات المسلحة السودانية ملتزمين بأننا نسعى إلى إقامة فترة انتقالية حقيقية يستطيع بعدها الشعب السوداني أن يؤسس دولته من خلال انتخابات حرة نزيهة يختار فيها الشعب السوداني من يريد أن يحكمه. أيضا هنالك بعض الأكاذيب التي تروج بأن النظام السابق والجماعات الإسلامية والجماعات الإرهابية القوات المسلحة أصبحت حاضنة لها. هذا الأمر هو الكلام مردود على كل من يرويه. هذا الأمر أصبح كفزاعة يستعين بها كل من يريد أن يستأسد على الشعب، يريد أن يدمر الشعب السوداني، أصبح يتحدث بهذه اللهجة.